وبقول لكم مشاهدينا شو بقول لكم عن المطبخ الإماراتي. ذكرت لكم أن المطبخ الإماراتي المكونات قريبة جدا من بعض وبسيطة، لكن كانوا يغيرون طريقة الطبخ عشان كذي تتغير الأكلة معاهم. فالمرقوقة كانوا مسوين مثلا، حد يقول يعني أنا أستفسر وأسأل أبانا وأجدادنا أن كيف اخترعوا مثلا الثريد والمرقوقة، وأهلنا في الكويت يسمونها التشريبة. اعتمدوا على الموارد الموجودة عندهم. فحد يقول من الأبوليين أن زادت عنده صالونة كانوا مسوونها اليوم اللي قبل، واحدة من الأمهات، أمهاتنا الله يحفظهن الأوليات، فزادت عندها الصالونة، شو تسوي فيها؟ بدال لا تعق الصالونة هذه، يت عينت العيين وفردته، رقته رق وقصصته وحطته في الصالونة. ومن هذاك اليوم وطلعت قصة المرقوقة، أن لما سموها مرقوقة لأن الحرمة هذه أمهاتنا الله يحفظهن الأوليات رقن العيين رق، يعني سطحنا بالرولة. ففي هذا الزمن لأن نحن نسهل على بعض المكونات اللي موجودة عندنا والأطباق والأصناف والوصفات، عندنا الخبز هني جاهز، وخبز كان زايد مثلاً أو أنتوا مر عليه يومين وخلاص، فبدل لا تعقون الخبز هذا تسوون فيه أكلة ثانية. وهذا كله من مفهوم الاستدامة، الأولين كانوا يسوون ونحن بعد نعيد وراهم ونسوي.